الوقوف عند القرار الذي أصدرته بريطانيا لإسقاط التهم عن جنودها الذين ارتكبوا جرائم حرب إبان غزو العراق. تنضم إلينا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. دكتورة فاطمة، مرحبا بكم. يعني كحقوقيين كيف تنظرون لهذا القرار دكتورة؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة وبركاته. أحييكم وأحيي مشاهدكم. يعني في الحقيقة هذا يعني القرار الذي أصدرته المحاكم البريطانية يعني عن طريق مدير هيئة النيابة العامة أندرو كيلي، بالنسبة لنا لا حقوقيين يعني لا يؤثر وليس له أي يعني تأثير بالنسبة إلى القوة التي سوف ننظمها من أجل إحقاق الحقوق واستحصال حقوق المظلومين والمضطهدين من الشعب العراقي الذين تعرضوا للانتهاكات من قبل القوات البريطانية في العراق، خاصة وأن المحاكم البريطانية سبق لها وأن أدانت وأصدرت أحكام ضد الجنود البريطانيين بسبب ما أفعالهم والانتهاكات التي مارسوها ضد الشعب العراقي وخاصة المدنيين منهم، وكانت هناك عمليات قتل وعمليات تعذيب قد تم توثيقها من قبل المنظمات الحقوقية أو من قبل حتى الجهات البريطانية. بالنسبة إلى قرار الحكومة البريطانية، هو يعتبر قرار سياسي بامتياز، خاصة وأن المحافظين الذين يسيطرون الآن على مفاصل الدولة البريطانية معروف جيدا بأنهم متعصبون ولديهم النزعة القومية وينظرون إلى الآخرين نظرة الاستعلاء وأنهم فوق الآخرين. يعني هذه النظرة طيب. وهذه التصرفات يعني كانت واضحة منذ بداية حصولهم على يعني المقعد الأول في الحكومة وهو رئاسة الوزراء. يعني هؤلاء يعني وخاصة بقيادة بوريس جونسون المعروف جيدا بتشدده وتعصبه وعدم اعترافه بحقوق الآخرين غير الجنس الأبيض. نعم. يعني هذا له يعني هو بالنسبة له يعني يحاول الكسب الشعبية عن طريق اتخاذ مثل هذه القرارات وإسكات شريحة من الشعب البريطاني من أجل أن يكسبهم لأغراض انتخابية لا أكثر ولا أقل. أما أن يعني لا ننسى أن هناك تقرير هيئة تشيلكوت الذي صدر في 2016 والذي أثبت أن حتى قرارات الحكومة البريطانية بقيادة توني بلير آنذاك كانت خاطئة. نعم. باتجاه الذهاب إلى الحرب ضد العراق. دكتورة، نعم. هذا القرار كيف سيؤثر على المستوى الدولي تجاه العراق؟ يعني نحن نعرف جيدا الآن العراق وكيف وضعه بين الدول. يعني الانتهاك مستمر يعني ضد العراقيين وخاصة ما حدث منذ يعني انتفاضة الشباب وثورتهم في أكتوبر 2019، وليس هناك يعني في الحقيقة تحرك دولي يعني معتبر يمكن أن يساند الشعب العراقي. يعني بريطانيا من خلال هذا القرار يعني تحاول أن يعني أضعاف الموقف الحقوقي للشعب العراقي وزيادة اضطهاد الشعب العراقي أكثر وأكثر أكثر مما يعانيه الآن. ويعني في الحقيقة يعني كأنما تريد أن تقول العالم افعلوا ما شئتم في العراق وحافظوا على جنودكم من أن يتم ملاحقتهم من خلال القضايا وغيرها، ويعني ما تريدون أن تفعلوا في العراق افعلوا، فقط احموا أنفسكم وجنودكم. دكتورة، عملت الجهات الحقوقية الوطنية منذ اللحظة الأولى على كشف جرائم الجنود البريطانيين بحق المدنيين العراقيين، وبالتالي يعني تحركوا باتجاه المحكمة الجنائية الدولية. هل هذه خطوة صحية في وقتها دكتورة؟ يعني التحرك نحو محكمة الجنايات الدولية يعني هي خطوة ممتازة. طيب. ولكن يجب أن نضع في الاعتبار أن مثل هذه المحكمة أو حتى في النظر في القضايا خارج العراق يعني هم يعتمدون على الكثير من الاتجاهات من أجل أن يتم إثبات أي تهمة تقدم
يعني تم ادعاءها ضد أي يعني شخص من خارج حدود الدولة. نعم ولذلك يجب أن يعني القيام بتوثيقات أكثر وتقديم أدلة أكثر، ويعني وفرت كلما كانت المعلومات أكثر وكلما كانت التفاصيل أدق وأكثر، كلما هذا زاد في دعم القضايا التي تقدم إلى محكمة الجنايات الدولية. يعني بالنسبة إلى هذه القضايا، حتى لو فشلت في المرة الأولى لا يعني أن الحق قد سقط بالنسبة لأي مدعي بأن هناك ضررا وقع عليه، ولكن على العكس يجب البحث أكثر، ويجب يعني التصرف بأكثر بموضوعية أكثر، خاصة في مثل هذه القضايا من أجل استحصال الحقوق. طيب دكتورة، على المستوى الحكومي ونحن نتحدث عن الحكومة في بغداد، تعتقدون أن تقدم الحكومة الدعم اللازم لتلافي آثار هذا القرار؟ لا بالتأكيد، يعني الحكومات العراقية المتعاقبة منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 جميعها جاءت وهي خاضعة إلى الإملاءات الأجنبية. يعني هل ممكن أن نتصور أن قرارها المحكمة البريطانية لم يتم التشاور معه مع الحكومة العراقية بشأن هذا الموضوع، أو طلب منها بأن تساند هذا الموضوع؟ طبعا بالتأكيد لا، حتى أن هناك يعني تنازلات تقوم بها الحكومة العراقية من أجل أن يبقى هؤلاء على مناصبهم وتسلطهم في مفاصل الدولة العراقية لأغراضهم الشخصية، وهم يعني الحقيقة يعني لا يهتمون إلى وضع المواطن العراقي وسوف هذا يؤثر على حقه وعلى نعم حقوق العراقيين. المهم عندهم مناصبهم، وإذا كانت مثل هذه القضايا، إغلاق هذه القضايا للجنود الأمريكان في مصلحة الحكومات العراقية، فهم طبعا بالتأكيد يعني لا نعم دكتورة. يساندون مثل هذه القرارات دون أن يهتموا إلى حقوق الشعب العراقي. عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لكم.